أدانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقية بالاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد ونائب رئيس فيفا بخرق المواد على مدار فترة الرئاسة الحالية والتي بدأت عام 2017. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناه. اكد الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا من خلال بيان رسمي ان احمد احمد قام بخرق ماده 15 واجب الولاء، وماده 20 عرض وقبول الهدايا او المزايا الاخرى، ماده 25 اساءه استخدام المنصب في اصدار بعض القرارات، والمادة 28 اختلاس الأموال. وعاقب الاتحاد الدولي فيفا أحمد أحمد بناء على المخالفات المذكورة بالإيقاف عن جميع الأنشطة الكروية سواء كان محليا أو عالميا. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.